كون ويكون تو ذا ديس ولين ذي لوانا سوفي سوان غار وغمي سوسو ثلاث نت مزيغ ثيون دون صابا صوما طافن تيلي زرين غان النهار وذي تزورا الا ذوقنا ذي اي سي دي ثاغ وغار باز عليان امريكان انتربرايز ذا كان تامور ثن تزاير ذا كان تامور ثن تزاير تصاوضت في الدميال وذا من نار فراف وتصاوضت الصغلي غا الدقس اللاق ذي شات تمهلين تسود سيوين نار فراف في ذا النيغي عرضان السر سنت وذا مغانت ذي ثمور ثن تزاير ثرناث في جناد ذا كان فوذان اللمان وتوكين نوكذو ذيال وذ موان يسن قول ذي لمن ذاين يجان ثامور تنتزيارة تذير الثلوي فخس لما تميس عن الدقس نيمي هي النرفراف تزيار بحال الدقس نتمورا نتفريق تصاوضة ثيلي ساغي ثربوي عن الرفراف يميردن ذوك سنتال النظام وذقنا ذي عن يمون سثوراني مزداغا وزني قنبو درماس قدوار ثاغيوان تنتي سمسيلت أمو قال ذي لحالة ثنسان ذوين السثوران السثار نتريسي تيان ذيك فردان ثزي لدغا سون فال نتمسوف غين بوما نور زد ديارا أكن داغان ذي حالة زمرين ديلون سوهورا نتزمرت محمد السعيد وراغي في مدة 20 سنة تقريبا السكان يعانوا من الروائح الكريهه ورانا خايفين ان العمارات يوم من الايام تسقط. السيد الوالي نرجو بالمصالح المختصه التدخل لايجاد حل بانشاء نظام تصريف خارجي وردم هذه الاقبيه لنتخلص من هذه المياه. الارصفه غير مبلطه لان ما كانش الكارلاج. الاناره العموميه وخاصه الشارع هذا نتاع الليل ما فيهش كاع الضوء، فهمت؟ التشجير تاع النظافة العامة مثل خادمة تاع النظافة منعدم. الناموس، العقبية مقصرة، مرضى، العنارة منعدمة كليا. العنارة منعدمة. نطلبوا من جميع السلطات الدخل لإنصافنا. دائما حتى ويجيو في يجيبوا ذاك المحرك الصغير يقعد يوم ولا يومين يقلعوا ذاك الماء بصح يعاود يخلف كما بكري. وهذا أثر على العائلات وعلى الأولاد. انتج منه الامراض يعني الربو الحساسيه. تيلي زرين النهار سي ثمانين استصاوض في غريغ نيمزدا غنت غيوانتي لان غارث غيوانتي لان ذي لانسن وكذا ديم ضبران لان غاف قرون سنة في ثنا تفرت السل عجلان. محمد السعيد وراغي في كلتا النظام. رد على انشغالات سكان بلدية تمسيت وخاصة حي المجاهد المتوفي بودرماس بخصوص الإنارة العمومية المشاريع انطلقت، أما بباقي الانشغالات فسيتم التكفل بها لاحقا بالتنسيق مع سلطات الولاية. فقنا دي مزداغنا الولاية عن نعاما أغي لي تتوق ديان سسبان تغير ذميوين ذا ميهين دي تغالنا لدغان ذي ثالي فنون فدون ذولو ينتفسني وين نلحمو أرنو أرويا أذوين تي زوزور ذي يلم كان سيد علي مطمطي. كما على بالكم الولايات الصحراوية تعرف انتشار حشرات العقرب. حشرات العقرب هذه تسبب ضرر كبير للمواطنين بحكم أنها سامة. من أسباب انتشار حشرة العقارب هذه الأوساخ، تراكم الأوساخ وعدم استعمال المبيدات. المواطنين من ولاية نعامة رانا نعانيو من انتشار العقارب، هذا راجع إلى تراكم الأوساخ و عدم وجود الحاويات التي تحمل النفايات، وزد إلى ذلك هناك مواطنين من يقومون بإعادة تهيئة المباني وترك أتربة مما يساعد على انتشار العقارب. هنا عملية الرش انطلقت من أول جوان، كانت قبلها 18 ماي حتى 30 ماي كانت محاربة الذبوب الرملية، ومن بعد دخلنا مباشرة في محاربة التسمم العقربي عبر أحياء مدينة العين الصفراء والقرى تاعها. فيما يخص التسمم العقربي انطلق العمليه من الاول جوان الى غايه 2 أوت، اول مره اللي نخدموا شهرين. الهدف الاخير والذي قام به لمده شهرين ونصف وشملت العمليه مختلف احياء البلديه وهو التعقيم ضد اشمانيوز وضد العقرب. سي ثمان سن سرف سن تزمر ثنا الولاية نعامة ينتهي لان اي في الديام يا لان رنيان لحالة ونطرين الصف غير دميوين لكن رنان هكان افوذن الحالة ثنا تزور ثنا غثيذن العجلان. فيما يخص لسعة العقرب سجلنا في هذه السنة عدة حالات وهي في تصاعد مستمر ومنذ شهر ماي، حيث سجلنا في شهر ماي 120 لسعة، في شهر جوان 157 لسعة عقرب، وفي شهر جويلية 191 لسعة. كل المصابين أخذوا العلاج اللازم، الميصال متوفرة
الأمصار متوفرة على كل المستويات، في قاعة العلاج، في المعيدات المتعددة الخدمات، وفي المستشفى. إلا هناك سجلنا حالة وفاة وحيدة في شهر جويلية بداية شهر أوت. ثاني لاحظنا سجلنا تسمم عقربي أدى إلى وفاة شاب في مقتبل العمر 17 سنة. هجان دي المزيان تزريث نواد دل نتقبوش نتفركا ندفا خضار ذا قذر ذاني الفيدا نتغيوان تذي الولايا لغوات ذاهي لأيدي سبقنا نثمار ثانية المزيان تزريث يرفذاني سمن تونسيا زيا يبضان العفو ربيا إلا نذام زداغا وزني قنبرج تونسيا ذا لقديش دي السملة لنا الدقسان ينفرجانا ذي مزداغا الولايا لغوات. مصطفى بن مسعود. ولاية الأغواط على غير ولايات جنوب كرة القدم هي المتنفس الوحيد في هذه الولاية. قررت اللجنة المنظمة والأسرة الرياضية بحي بورشنوسي من تنظيم هذه التظاهرة. الدورة هذه تقام سنويا كما عام اللي فات درنا كأس العالم، نسخة كأس العالم عام السنة درنا كأس إفريقيا. المشاركة كانت من جميع مناطق الولاية. هذه أول مشاركة لنا في الدورة كأس إفريقيا مصغرة في بورشنوسي. الحمد لله رب العالمين، ممثلين هنا رانا ممثلين بوركينا فاسو، منتخب بوركينا فاسو. هذه المقابلة الثانية الحمد لله على 3 نقاط وربي يكملها زينة إن شاء الله. اللجنة المنظمة لهذه الدورة تحت راية كأس أمم إفريقيا والفرق المشاركة إن شاء الله تكون أخوية بين الفرق وتلم الوحدة تاع ولاية الأغواط. قررنا المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقامة في برج سنوسي تحت اسم منتخب نيجيريا. الحمد لله احنا نادي كرة مصغرة ننشأ حديثا، ورانا داخلين غمار هذه البطولة بكل روح رياضية وبكل عزيمة وإصرار لتحقيق الأفضل. أن سالين صون زول نتمور ثندث مو شعفة مناطاني ذورنا العمور ذو قيافة أن نتمناثن الولايان اللغواطة ثاغيوان تنا البيضاء سوهجين نتوتشيثن لم صور يصرح هذا السنغذو مقارني نفقه ونسان ذا مدون التومر ثو ذزا لمقرانئي نفقه. إمزداغن التمناضين الصحراء مشاعان سوصر حفسين فقيا غذو فسنسان يلدين وسترزنا غاري ذورارنا العمور ذو قيافانا تماناغث الولايان اللغوات فاغيوانتنا البيضاء يلا ياغدو قذل ذو مقاري خلفن إن فقيا ديوسان السيلفعاد تهجينا ستوتشيث سدما ستوتشيث اللم صور. هنا كيعودوا عندنا الضياف إن شاء الله ويقولوا عندكم الضياف يجونا الضياف معاك نديروا الحطب ونصلوا لجناب ونطيبوا كيما هاك الحطب هذه العاده نتاع والدينا كاع ومن بعد ندوا لضياف نكرموا الضياف ونليقوا بالضياف ومن بكري احنا العجلات تاع الضياف نحبوا الضياف نحبوهم. ثو تشيث المصور تتبا غافي الريج سال جماعا يصغرا ذو هكيغا وكسوم سدا وفوسن ومقران نتوشولت اكسوم مارن يا لتحشيش تذو عقار مع ذذن غار ثقارا غتصفضون غافي ضفسيين وصوات اصن التومارث اتسرسن غاري ربيني نفقي. طيب ولجنة بتوعنا نحوهم نحو قال العظم نخلو غال اللحم ونديرهم العمود كاين وين نديرهم العمود تاع الحطب وكاين وين نديرهم العمود تاع المصور عندهم ثاني عمود سويسيان ويتقطعوا اللحمات ومن بعد نديروا فوقهم الضلوع زوج خلاء. بعد المرحلة تاع الطياب تاع الشيء تاعنا تاع الضياف يقوموا الجماعة اللي كانوا يطيبوا فيه يقوموا يعدوا الضياف ومن بعدها يقوموا بتقطيع اللحم ويقدموا اللحم هو الأول مع الملفوف يقدموه للضياف ويديروا عندنا احنا المنطقة تاعنا تاع معروفة بخمسة على الطابلة. أمدون التوتشيث المصور ينفقوان ذا العدان غير فذان الدريا غافي فذاثن ذي ثلاثي فعذان ماضي وذان سايدي تسران ثومستن ومداني تذيران ذا قول بنزول نتزير. تشبحان الدوكليان سريع سلنا غضا مجازي يليون.